اهلا بكم في اطار تعليمه المسيحي الاسبوعي رحب قداسه البابا فرانسيس في مقابلته العامه بالمؤمنين القادمين من كل ارجاء العالم والناطقين باللغه العربيه وتحدث في مقابلته التي القاها من قاعه بولس السادس بالفاتيكان فقال ايها الاب الاقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغه العربيه تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنان البنوي انهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفه القديس بطرس. في نهايه هذه المقابله سنرتل معا صلاه الابانه باللغه اللاتينيه ثم سيمنح قداسه البابا البركه الرسوليه لكم ولجميع احبائكم ايضا وخاصه الاطفال والمتزوجين حديثا والمرضى والمتعلمين وسيبارك كذلك المسابح والاشياء الخاصه بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. اليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسه البابا فرانسيس. تكلم قداسه البابا اليوم على القديس يوسف البار وزوج مريم وقال: عرف متى الانجيلي يوسف بانه رجل بار وحتى نفهم سلوكه تجاه مريم يجب ان نعرف عادات الزواج في اسرائيل القديمه كان الزواج يتضمن مرحلتين المرحله الاولى كانت بمثابه خطوبه رسميه فالمراه وان استمرت في العيش في بيت ابيها مده سنه كانت تعتبر في الواقع زوجه لخطيبها والمرحله الثانيه كانت انتقال العروس من بيت ابيها الى بيت العريس كان يوسف بارا لأنه خاضع للناموس ولكن محبته لمريم وثقته بها أو حياله بطريقة تحفظ مراعاة الناموس وشرف العروس فقرر أن يطلقها سرا من دون أن يعرضها للإهانة العلنية عندئذ تدخل صوت الله في موقف يوسف وكشف له من خلال الحلم من هي مريم خطيبته. وأضاف قداسته: كثيرا ما نشعر بأننا سجناء لما حدث لنا، ولكن أمام بعض ظروف الحياة والتي تبدو لنا في البداية مأساوية، توجد العناية الإلهية والتي تظهر لنا مع الوقت بصورة من الصور وتنيرنا وتبين لنا معنى الحياه ومعنى الالم نفسه يجب الا نخاف من مفاجات الحياه فهي مفاجات من الله فيجب ان نقبل الحياه كما تاتينا والمحبه لا تعني ان تكون الحياه كما نتصورها وان يكون الاخر كما نريد بل المحبه هي ان نختار بحريه وان نقوى على ان نصنع معا الحياه التي نريد ونجعلها حياه تبقى وتدوم